عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدر بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الخامس بفضل الله سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية في غزوة تبوك. وقبل أن نستأنف الكلام بحول الله وقوته عن غزوة تبوك، سأخرج عن السياق الذي أتكلم فيه للرد على كلام قيل حول الخمر وحول أن الخمر ليست محرم. لماذا نرد؟ وفقه الرد فيه كلام كبير. متى نرد ومتى لا نرد؟ لكن باختصار نرد إذا اشتهر الأمر ودار على ألسنة الناس خاصة العوام. فهذه المسألة اشتهرت وجاءت على الفضائيات التي يراها ملايين الناس من البسطاء ومن غيرهم، وأيضا جاءت على مواقع التواصل الاجتماعي وأخذت نسبة مشاهدات عالية، بل إن التعليقات كانت أنتم خدعتمونا بقولكم أن الخمر حرام وهي ليست حرام، فهي مكروهة على قول القائل بذلك. حتى أن الكثير من الشباب هم ليسوا على علم بالشرع ولا بالأحكام، قالوا إن الشيخ المتكلم استدل بالعلم، فإذا هو لا يتكلم كلاما جزافا، فإذا أردتم فردوا عليه بالعلم. فوجدت الشبهة رائجة بين كثير من الشباب. هذا الذي دعاني إلى أن أتكلم في هذه المسألة، وأتكلم بكلام عام ثم بكلام خاص من كلام الشيخ بإذن الله رب العالمين. أما الكلام العام وكل ذلك من باب النصيحة، كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه عند مسلم وغيره، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، وكررها 3 مرات. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين يدخل فيها الحكام ويدخل فيها العلماء. فالمقصد إذن النصيحة وبيان هذا الأمر للبسطاء من الناس. أوسر عن السلف أنهم قالوا: يكفي المرء إثما أن يحدث الناس بحديث يكن لبعضهم فتنة. يكفي المرء إثما أن يحدث الناس بحديث يكن لبعضهم فتنة.
خاصة إذا كان هذا الكلام يتحدث به أمام عوام الناس الذين لا يقفون على العلوم الشرعية ولا على المصطلحات التي يتكلم بها المتكلم. فإن لم يكن هناك اسم إلا أن تفتن بعض الناس فيكفيك هذا. فالإنسان قبل أن يتكلم في مسألة من مسائل الشرع فإنه يتدبر الأمر وينظر كما قال الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم، يتدبر إلى ماذا سيؤدي كلامه هذا، هل سيؤدي إلى نفع الناس، إلى خير الناس، إلى تمسك الناس بدين الله سبحانه وتعالى، إلى ازدياد أخلاق الناس. فإذا كان موقنا من ذلك تكلم، وإن شك هل سيؤدي إلى هذا أم لن يؤدي إلى هذا يتوقف، يتوقف عن الكلام. فالإنسان يتدبر وينظر إلى المآلات وإلى النتائج قبل أن يتكلم في مسألة ما. هذه واحد. ثانية، أن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه؟ وأنا أبسط من أجل يعني الناس، هناك معلوم من الدين بالضرورة وهناك ما ليس معلوما من الدين بالضرورة. يعني إيه معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني الناس يعرفونه كما يعرفون الماء والهواء والطعام والشراب، لا يخفى حكمه على أحد، وهذا لا يعذر فيه بالجهل. لمن نشأ في مجتمع إسلامي لا يعذر فيه بالجهل، هذا يسمى عند العلماء المعلوم من الدين بالضرورة، أي أنت طالما في مجتمع مسلم ستعلم ذلك اضطرارا، جاهلا أو نصف عالم أو عالم، ستعلم أحكام هذه المسائل. كحرمة الزنا، هل يوجد أحد نشأ في مجتمع مسلم لا يعرف حرمة الزنا؟ كحرمة اللواط، هل يوجد أحد نشأ في مجتمع مسلم لا يعرف حرمة اللواط؟ كحرمة الخمر، هل يوجد أحد نشأ في مجتمع مسلم لا يعرف أن الخمر محرمة؟ فهذا معلوم من الدين بالضرورة، يعرفه كل أحد. لكن المعلوم من الدين بغير الضرورة لا يعرفه كل أحد، يخفى على الناس ويعلمه العلماء، يعلمه العلماء، كمثل مثلا الناسخ والمنسوخ، المجمل والمبين، الخاص والعام، المطلق والمقيد، هذا يعرفه أهل العلم، أهل العلم فقط. يعني مثلا في المسألة التي نحن نتكلم فيها، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب الثانية فاجلدوه، فإن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه. عند جماهير أهل العلم أن حكم هذا الحديث منسوخ، النسخ هنا ليس، لا يوجد إجماع عليه، بل وجدنا حتى من المعاصرين كالشيخ أحمد شاكر يرحمه الله يقول إن هذا الحديث محكم وليس بمنسوخ، وليس بمنسوخ، لكن الجمهور على أن الحديث منسوخ. يعني بمعنى منسوخ في ماذا؟ منسوخ في القتل، منسوخ في القتل. فشارب الخمر كما نرى، سنرى إن شاء الله، يجلد ويجلد ويجلد، لكن نسخ القتل فلا يقتل. هذا الحكم لا يعرفه، أما نقول هذا الحكم الحديث ده فيه نسخ وفيه محكم، فيه منسوخ وفيه محكم، فهذا لا يعرفه كل أحد، إنما يحتاج إلى يعني إيه، طلبة العلم. فحرمة الخمر معلومة لمن نشأ في المجتمعات الإسلامية بالإضطرار بالضرورة، لذا لا يعذر فيها أحد بالجهل. أيضا من المسائل العامة مسألة الإجماع، مصادر التشريع عند أهل السنة القرآن والسنة والإجماع، وهذه الثلاثة لا خلاف عليها، لم يخالف فيها أحد، إجماع على أن مصادر التشريع هذه الثلاثة. والقياس جماهير أهل العلم على حجيته وخالف فيه أهل الظاهر، وخالف فيه أهل الظاهر. إذن الإجماع لم يخالف فيه أحد، لم يخالف فيه
أحد. والإجماع ينقسم إلى أقسام، لا أريد أن أفصل، لكن أقول إن الإجماع القطعي المبني على دليل وقطع فيه بانتفاء المخالف. يعني إيه الكلام ده؟ أفكه. الإجماع قطعي ليس بظني، إنما هو قطعي معلوم، وبني على نص، بني على نص وقطع فيه بانتفاء المخالف، كما ذكرت أنا في مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع. فقلنا أنه لا يوجد مخالف في ذلك، لكن قلنا في القياس أن أهل الظاهر خالفوا في القياس. يبقى الإجماع القطعي الذي بني على دليل من القرآن أو من السنة وقطع فيه، أي يقينا بأنه لا يوجد أحد خالف فيه، فهذا لا يجوز أن يخالف على الإطلاق، يحرم الخروج على الإجماع. معنى الإجماع إيه يا جماعة؟ الإجماع يعني أجمعت جماهير الأمة، وأقصد العلماء المتخصصين المجتهدين على مدى هذه القرون الطويلة على حرمة الخمر. حرمة الخمر مبنية على أدلة، وقطع فيها بانتفاء المخالف. فلما آتي أنا أخالف أهل الإجماع، فمعنى ذلك أني اتهمت كل السابقين بأنهم لا يعرفون، ولم يتبين لهم الخلاف في المسألة الذي وقفت أنا عليه. نقول يعني إحنا بنغلق باب الاجتهاد؟ لا، باب الاجتهاد مفتوح بضوابطه، الاجتهاد مع نصوص قطعية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حرمة تحريم الخمر نص قطعي لا نزاع فيه، فهذا لا اجتهاد فيه، لا اجتهاد فيه. إنما قد يأتي الاجتهاد إذا كان الدليل يتحمل هذا ويتحمل ذاك بضوابط الاجتهاد في المسألة المجتهد فيها، وفي من يتكلم في هذه المسألة لابد أن يحقق شروط الاجتهاد قبل أن يتكلم في هذه المسألة. وأيضا ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ يعني دع، لو أن الأمر فيه خلاف، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والأمر ليس فيه خلاف، والأمر ليس فيه خلاف. فكان هذه مقدمة، كلام عام في المسألة. أعود إلى الكلام الذي تكلم به الشيخ، وأنا آخذ من كلامه. فهو قال إن الخمر مكروه، وبنى كلامه على أنها لم تأتي في آية تحريم الخمر التي هي الآية التي حرمت الخمر نهائيا باتفاق أهل العلم، قال لم تأتي بلفظة التحريم. وقال أيضا أن الخمر لو كانت محرمة ما كانت في الجنة. وقال يعني قال هذا الكلام الذي قاله، وسنتذكر ما قاله عندما نرد عليه بإذن الله رب العالمين. أولا، إيه المكروه ده؟ كلمة مكروه دي يا جماعة الانتقال من تحريم الخمر إلى كراهية الخمر أمر خطير. ليه؟ لأن المكروه ده معناه إيه؟ المكروه معناه أنه إذا تركه العبد يؤجر، يساب، وإن فعله لا إثم عليه ولا عقوبة، لا إثم عليه ولا عقوبة. فإذا نزلنا هذا على الخمر كما قال الشيخ أنها مكروهة، إذن معنى ذلك أن شارب الخمر لا إثم عليه ولا عقوبة عليه ولا شيء عليه، وإن تركها فلله سبحانه وتعالى
فهو مأجور بإذن الله رب العالمين. الكراهية دي قسم من أقسام المنهيات، يعني الله سبحانه وتعالى أمر ونهى، أمر ونهى. نحن نتكلم عن النهي، فالنهي على قسمين، ما ينهى عنه الله سبحانه وتعالى على قسمين، على الحرام وعلى المكروه. يعني إيه؟ عندما ينهى الله سبحانه وتعالى عن شيء فالأصل أن النهي على التحريم، إن كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل أنه على التحريم، إلا أن يأتي دليل ينتقل بالتحريم إلى درجة أقل، وهي الكراهة، وهي الكراهة. فلما ينهى الله سبحانه وتعالى عن شيء نقول هذه حرام، يأتي قائل فيقول لا، ليست محرمة إنما هي مكروهة، نطالبه بأن يأتي بالدليل الذي نزل بالدرجة من التحريم إلى الكراهة. تحريم يعني نهى الله عنه تحريما نهيا جازما قاطعا، وهو يساب تاركه ويعاقب فاعله. فخد بالك من الكلام، يعني التحريم يشترك مع الكراهة في إيه؟ التحريم والكراهة يشتركان في أن من ترك المحرم أو ترك المكروه له أجر عند الله، ويختلفان في إيه؟ أن من فعل المحرم آثم وعليه عقوبة، ومن فعل المكروه ليس بآثم وليس عليه عقوبة. إذن الكلام لما نقول إن الخمر مكروهة وليست محرمة، معنى ذلك أننا نفتح الباب على مصراعيه لمن أراد أن يشرب خمرة، لمن أراد أن يشرب خمرة. والناس عندهم ميل التفلت في الأصل، وهم بعيدون إلا من رحم ربي عن الضوابط، فنأتي أيضا نحن ندغدغ ذلك عند الناس، عند لحظات، عند التفلت الموجود عند الكثير من الشباب، ونقول هي مكروهة، بمعنى اشرب ما شئت فهي مكروهة وليست بمحرمة طالما لم تصل إلى حد الإسكار. وهذا من كلامي أيضا أن أفرق بين الخمر وما بين الإسكار، وهذا سأعود إليه. يبقى إذا مسألة مكروه، عرفنا عن إيه مكروه، نزل بها رتبة من الحرام إلى المكروه، قلنا عليه أن يأتي بالدليل. هو قال الدليل الذي اعتمد عليه في الآيات التي حرمت الخمر، قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقال هنا لم تأتي بلفظة التحريم، ولو شاء الله أن يحرمها لقال باللفظة، لفظة الحرام، لفظة التحريم اشتقاق منها، لكن هو قال فاجتنبوه، لا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة. وإن كان هو لا ينظر إلى الأحاديث، فنحن سنرد عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى بما يفند هذا الكلام، وأن لفظة فاجتنبوه تدل على التحريم، بل هي أبلغ وأشد في التحريم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إيه الطاغوت ده؟ كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، يشمل الأصنام، يشمل الشياطين، يشمل يعني كما حده ابن القيم، قال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. واجتنبوا الطاغوت، كانت الأصنام أو الشيطان، هنا الاجتناب، يبقى الأصنام هنا على تفسير، يبقى هنا الاجتناب ليس معناه
التحريم. أيضا في قوله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الركس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الركس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يبقى هل يقول أحد أن فاجتنبوا هنا لا تدل على تحريم عبادة الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى؟ هل يقول أحد أن قول الزور ليس بمحرم لأن الله سبحانه وتعالى قال واجتنبوا قول الزور؟ أيضا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هل يقول أحد أن الكبائر ليست محرمة لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل أو لم يحرمها بلفظة التحريم؟ يبقى إذن الكلام رددنا عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى أن لفظة الاجتناب موجودة وهي أبلغ وأشد من لفظة المحرم. القرآن نزل بلغة العرب، القرآن نزل على أساليب العرب، فاجتنبوه ليس المعنى هو أن نبتعد عن شربها فقط، لا، فالاجتناب كما أقول لك خد بالك اجتنب هذه المسألة برمتها، اجتنب هذه المسألة برمتها، لا تقترب منها على الإطلاق، ولا تقربوا الزنا كمست ولا تقربوا الزنا، لا تقترب منها إطلاقا، لا تقترب منها إطلاقا. لماذا؟ لأنه فاجتنبوا كما قلت لا يقصد به شرب الخمر فقط، وإنما يقصد به كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله أو يا محمد عليه الصلاة والسلام إن الله لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها، لعن الله سبحانه وتعالى في الخمر كل هؤلاء. فكلمة لفظ دي فاجتنبوه يبقى عدم الاقتراب من الخمر، لا بيع ولا شراء ولا تعصرها ولا تبيع عنب للي انت تتيقن انه سيعصره خمرا، يبقى هي ابلغ في النهي، المجانبة تماما، الابتعاد تماما عن الخمر وعن كل ما يتعلق بالخمر. يبقى فاجتنبوه إذن هي أشد في الزجر وأشد في النهي عن لو جاءت بلفظة المحرم كما قال الشيخ فقط. ثم انظر معي إلى ما ورد في الآية، يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس من عمل الشيطان. الآية جمعت بين أربعة أشياء، إيه هم الأربعة؟ الخمر وإحنا بنتكلم عنها، الميسر اللي هو الأمار، الميسر اللي هو الأمار، هل قال أحد أن القمار مكروه أو جائز؟ طيب والأنصاب اللي هي إيه الأنصاب دي؟ أنصاب اللي هي الأصنام، الأصنام كانوا يذبحون القرابين للأصنام، فإن جاءت على وما يذبح على النصب كما حرم الله سبحانه وتعالى، أصنام والأوثان وما يذبح عليه لهؤلاء هذا حرام، هذا حرام. يبقى الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إيه الأزلام دي؟ اللي هي ريش كده قداح كده كالأسهم، كانوا يلقونها افعل ولا تفعل أو أعد، فهذا نوع من الكهانة ومن التنجيم الذي حرمه الإسلام. يبقى إذن المذكورات الأربعة في الآية محرمة، فلماذا خرجت إذن الخمر؟ مش في حاجة اسمها دلالة الاقتران؟ دلالة الاقتران يعني هتقول من الممكن أن تقترن بعض المذكورات في نص واحد ولا تأخذ حكما واحدا، نعم، بس نطالبك بالدليل، نطالبك بالدليل، لكن الأصل ما جاء في نص واحد فيسمى بدلالة الاقتران، يأخذ حكما واحدا، يأخذ حكما واحدا. فما ذكرنا من المذكورات الأربعة أخذت حكما واحدا وهو الاجتناب،
وهو الاجتناب. يبقى انه خرج الخمر من هذا من المذكورات في الآية لا دليل عنده، وإلا فما استدل به بلفظة فاجتنبوه يستدل به على الأنصاب، ويستدل به على الميسر، ويستدل به على الأزلام. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لذا لما نزل بقى، شوف العرب اللي يعرفون اللغة العربية، لما نزل هذه الآية فإن عمر رضي الله عنه قال قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر لعنها الله، لعنها الله. يبقى شوف استدل عمر رضي الله عنه إيه بدلالة الاقتران دو، شوف هو قاله من كلام عمر، قرنت بما ذكرت لعنها، لعنها الله. فاجتنبوه. لذا نجد الصحابة أما نزلت الآية دي بعد مراحل تحريم الخمر، لما نزلت هذه الآية طاف رجل بالآية بالليل في طرقات المدينة يقول إن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، وتلا الآية التي نحن نتكلم عنها. لما سمع الصحابة قول الله سبحانه وتعالى ماذا فعلوا؟ قاموا إلى دنان الخمر، كما قال طلحة لأنس رضي الله عنه قم يا أنس فاكسر دنان الخمر. يبقى لو كانت مكروهة يبقى ما أمره أن يكسر آنية الخمر وهي فيها مال، وكان فيها رأس، وكان فيها رأس مال. فعلى طول قالوا سمعنا وأطعنا، بل خذ الأشد. لما جاء طلحة أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده مال لأيتام ورثوا هذا المال في الخمر، يعني مات أبوهم وترك لهم مالا كل هذا المال في الخمر، يعني ده مال أيتامهم، مال أيتام. فلما نزلت الآية بالتحريم النهائي ذهب طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه، يقول يا رسول الله إن هذا مال أيتام، مال أيتام، فألا أخللها؟ يعني حول الخمر إلى خل بفعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا. شوف أما حول الخمر لخل، هو طلحة هي الخل بالنسبة سعره بالنسبة للخمر لا يساوي شيئا، لكنه هو يريد أن يحافظ على أقل القليل من مال هؤلاء اليتام، فيستأذن النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أأخللها، أي أحولها إلى خل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، وقطع في المسألة وقال بل أرقها، يعني اسكبها، لا تنتفع منها بشيء، لا تنتفع منها بشيء. لو كان الحكم على الكراهة لجوز النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأيتام الذين لا مال لهم إلا في الخمر أن يحتفظوا بهذا الخمر، لأنه جاء لهم عن طريق الميراث وهم لا دخل لهم في هذه المسألة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى طلحة رضي الله عنه عن تخليلها وعن تحويلها إلى خل، وأمره أن يريقها صلى الله عليه وسلم. إذن دلالة الاقتران فاجتنبوا، الصحابة فهموا منها الابتعاد، اجتنبوا من المجانبة، يعني أنت في مكان وهي في مكان، تقربش منها، لا تجلس على مائدة يضار فيها الخمر، لا تحمل خمرا، لا تقترب من من، يعني لا تشتري الخمر، بالطبع لا تشتريها، لا تحملها، لا تحملها، لا تصنع شيئا يستفاد منه في بيع الخمور وفي صناعة الخمور. يبقى ده الاجتناب، المجانبة تماما، فهي أبلغ، فهي أبلغ. ثم انظر إلى الآية التالية، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. فذكر الله سبحانه وتعالى في الآية أن الشيطان يريد أن يحرش بينكم وأن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بسبب الخمر والميسر، يبقى هذا أمر دنيوي، ويصدكم عن ذكر الله أمر ديني،
وعن الصلاة التي هي عماد الدين. طيب سيقول قائل: لو أني شربت الخمرة ولم تقع العداوة بيني وبين أحد، وحافظت على الصلاة وحافظت على ذكر الله، هل معنى ذلك أنه يجوز لي أن أشرب الخمر؟ نقول لا، إن العلة هنا خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب، يعني الغالب أنها تؤدي إلى ذلك. طبعا وإحنا نشاهد هذا في دنيانا ومعروف، يعني ما ليس بخفي، اللي بيشرب خمرة بيعمل إيه، واللي بيشرب خمرة كيف يفسد، واللي بيشرب خمرة كيف يغيبه، يغيب عقله، معروف. فهب أن واحدا قال لن أفعل هذا، فهل يجوز أن أشرب الخمر؟ نقول لا، العلة خرجت مخرج الغالب. فإذا حتى لم تفعل ذلك فالخمر محرمة عليك تحريما قطعيا معلوما من الدين بالضرورة وبالاضطرار، فلا مجال للأخذ والرد فيها. يبقى شوف الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ألا يكفي هذا إن لم تكن هناك الآية السابقة، ألا يكفي هذا في تحريم ما ذكره الله سبحانه وتعالى؟ ألا نعلم أن هناك مصالحا ومفاسد، مصالحا ومفاسدا، مصالح ومفاسد، وأن الأحكام تبنى على المصالح والمفاسد إن لم يأتي فيها نص قاطع للنزاع، تبنى على الأحكام على المصالح والمفاسد. بمعنى لو أنا عندي مسألة ولا أستطيع أن أرجح فيها، فعلى ماذا أبني؟ أبني أنظر إلى المصلحة إلى المفسدة، فإذا غلبت المفسدة على المصلحة قلت بعدم الجواز، أو قلنا بعدم الجواز، وإذا غلبت المصلحة على المفسدة قلنا بالجواز. إذا تساوت المصلحة مع المفسدة فهذا موضع اجتهاد، والأولى الاجتناب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن هذا موضع اجتهاد، ينظر إلى كل مسألة في هذا على حدة، وهذا ينظر فيه المجتهدون من العلماء. إذن أيضا من الناحية العقلانية المسألة تحريم الخمر عقلا، لو إحنا بنبني على العقل فقط فنجد أن الخمر لا يشك عاقل في أنها فاسدة وأنها مفسدة وأنها تؤدي إلى الضرر الواقع على من يشربها، وإلى الضرر الواقع على الأسرة، وإلى الضرر الواقع على المجتمعات، وهذا معروف كده ومشاهد بالعقل وبالنظر وبالمشاهدة. يبقى هذا في الاستدلال الشيخ على هذه اللفظة رددنا عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم إنه فرق بين الخمر وبين الإسكار فقال: الخمر في ذاتها مكروه والإسكار هو الحرام. وأنا لا أدري من أين جاء بهذا التفريق، وحديث أم المؤمنين عائشة في البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قارن بينهما النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لذا فالعلماء عندهم قاعدة يقولون فيها: ما أسكر كثيره فقليل حرام، بل قالوا إن مثل رأس الدبوس منه حرام. يعني ممكن واحد يقول لك أنا أشرب قليل أنا ما بسكرش، نقول هذا حرام، هذا حرام. يبقى شرب الخمر حرام سواء سكرت أم لم تسكر، فهي محرم، فهي محرم. يبقى التفرقة ما بين الخمر وما بين الإسكار لا أدري من أين يعني هذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الصحيح كما قلنا أن كل مسكر في مقارنه في ازدهي كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لعله يقصد والله أعلم أن كلام العلماء في مسألة هل الخمر نجسة بعينها أم ليست نجسة بعينها اتفقوا بالإجماع على أنها محرمة، على أنها محرمة، لكن اختلفوا في إيه؟ اختلفوا هل هي نجسة بعينها، يعني لما أنا إيدي جت على خمرة كده هل يجب علي أن أغسل يدي
لأنها نجسة، ولا إذا جاءت على خمر وأنا متوضئ كده لا شيء علي؟ هي دي المسألة اللي تكلم فيها أهل العلم. الجمهور على أن الخمر نجسة العين، نجسة العين. بعض أهل العلم كالليث بن سعد وغيره قالوا لا، هي ليست بنجسة العين، يعني معنى كما قلت اتفقوا على أنها محرمة وهذا إجماع، لكن اختلفوا في دي. الجمهور قالوا نجسة العين، يعني لو مسيت خمرة فأنت خلاص يبقى أنت مسست نجسا، يبقى عليك أحكام من مس النجاسة. وغيرهم كما ذكرت قالوا يا محرمة نعم، لكن ليست نجسة العين. هي دي المسألة اللي يعني إيه له سابق، لها سابق، له سابق فيها لمسألة نجاسة عين الخمر. وقالوا يمكن استدلوا بهذا، قالوا إنه الأنصاب والأزلام واللي ما يلعب به القمار قالوا هذه ليست بنجسة العين، ليست بنجسة العين، يعني استدلوا أيضا بدلالة الاقتران، دلالة الاقتران. لكن هو في فارق لابد أن نتأمل فيه، أن الأربعة المذكورات في الآية الخمر تختلف عنهن في إيه؟ فإنها مائعة يعني سائبة يعني، أما ما ذكر فهي أجسام جمادات، فهي أجسام وهي جمادات زي الكوباية، يعني ليست إيه؟ ليست مائعة، فهي تختلف في وصفها عن باقي الإيه المذكور في هذه، في هذه الآية، في هذه الآية. أيضا مما قاله لما سأله يعني مقدم البرنامج، هل لو جئت لك بكأس خمر تشربها؟ قال لا. قال لماذا؟ فأنت تقول بالكراهة. قال لا أشربها تربية، يعني جعل التربية ملزمة له عن الحكم الذي أجمعت عليه الأمة، قال لا أشربها تربية. فقال وإن كانت محرمة كلام الشيخ فكيف تكون هناك خمر في الجنة، خمر في الجنة؟ ونحن نرد عليه رغم أن هذا الأمر من اليسير، لكن نرد عليه من كلامه، نرد عليه من كلامه. لما قال له مقدم البرنامج إن خمر الجنة تختلف عن خمر الدنيا، ماذا قال له؟ قال من قال لك ذلك؟ لا يوجد نص يفرق بين خمر الدنيا وبين خمر الآخرة. وهذا كلام ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل إن نصوص القرآن بيّنت مخالفة خمر الجنة لخمر الدنيا، لخمر الدنيا. من ذلك قوله سبحانه وتعالى يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول يعني لا تغيب العقل، ولا هم عنها ينزفون يعني لا تؤدي إلى السكر، لا تؤدي إلى السكر. وفي غيرها قال لا لغو فيها ولا تأسيم، يعني شارب الخمر بيلغو ويسب ويشتم ويتكلم، معروف معروف، ولا اسم على شاربها. يبقى شوف الأخص صفات الخمر تغيب العقل اللي هو مناط التكليف، والاسم المترتب على شربها، واللغو المترتب على شربها، والصداع الذي يأتي من شربها، نفاه الله سبحانه وتعالى بنصوص القرآن التي قال الشيخ لم يأتي نص في القرآن يفرق بين خمر الدنيا وبين خمر الآخرة، مع قولنا وتأكيدنا أنه لا يوجد شيء في الجنة يشابه أشياء الدنيا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى اللي في الجنة ده أنت لا شفته ولا سمعت عنه ولا تخيلته. هتقول طب ما هو خمر أو لبن ما ده احنا، لا، يشتركان في المسمى فقط، يشتركان في المسمى فقط، مسمى فقط. ونحن ذكرنا في الحلقة السابقة، ممكن الإخوة يرجعوا للمقطع ده، أن لا التشبيه والمشبه به العلاقة بينهما لا تقتضي المطابقة، لا تقتضي المطابقة. فالخمر في الجنة لا يشبه خمر الدنيا على الإطلاق من أي وجه من الوجوه إلا في المسمى، إلا في المسمى فقط. ليه؟ لأنه لو أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أشياء نحن لا نعرفها، يقول في الجنة
كذا وفي الجنة كذا، أشياء لا نعرفها، أشياء لا نعرفها، لكنه يخاطبنا بما نعلم، ثم بين أن ما تعلمون من صفات في الخمر هذه ليست موجودة في صفات الخمر في الجنة. إذن كلامه أنه لا يوجد في الرد على المقدم، أنه لا يوجد نص يبين أن خمر الدنيا يختلف عن خمر الآخرة، هذا الكلام ليس بصحيح، وقد رددنا عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى. بقي أنه أيضا استند إلى أنه لا يوجد حد صريح على شارب الخمر، مفيش حد في القرآن، مفيش حد صريح، وهل هو ينظر إلى السنة في الحدود أم لا، لكن هو يقول أنه لا يوجد حد صريح في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونرد أولا، هل كل ما حرم الله سبحانه وتعالى فيه حد؟ لا لا، ليس كل ما حرم الله فيه حد في القرآن. في القرآن يعني اللواط، أن يأتي الذكر الذكر، في حد في القرآن للواط؟ الحد في السنة، الحد في السنة، يبقى لا يوجد حد في القرآن عن اللواط. اليمين الغموس، القول الزور اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا فجلس وأخذ يكرر ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قال الصحابة ليته سكت. اليمين الغموس سميت بالغموس ليه؟ لأن تغمس صاحبها والعياذ بالله في نار جهنم، في نار جهنم. هل هناك حد على من وقع في اليمين الغموس؟ لا يوجد حد، لا يوجد حد. فلا استدلال بهذا، هذا إنما الله سبحانه وتعالى حرم كثيرا من الأمور وليست بلفظ التحريم كما قلنا، ولا يشترط فيها الحد، إنما إذا وجدنا لعن الله كذا، لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، حرم الله الجنة على كذا، توعد الله سبحانه وتعالى بالنار على كذا، من غير لفظة التحريم، فهذا كله من المحرمات، ولا يشترط فيما حرم الله سبحانه وتعالى أن يأتي فيه حد من الحدود المقدرة، من الحدود المقدرة. ثم نأتي إلى حد الخمر. احنا ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيه: من شرب الخمر فاجلدوه، الثانية فاجلدوه، الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة أو عاد في الرابعة فاقتلوه. احنا قلنا إن الجمهور على أن هذا الحديث منسوخ، منسوخ في اقتلوه دي، فاقتلوه دي، يبقى لابد أن ننظر في حد الخمر أنه مر بمراحل، مر بمراحل. المرحلة الأولى من التدرج هو كما مر تحريم الخمر بمراحل، مر حد أيضا بمراحل. مرحلة الأولى الحديث ده، وحديث صحيح، حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك: شرب مرة والتانية والتالتة اجلدوه، شرب الرابعة فيش ميدة منه ماء فاقتلوه، نسخ حكم القتل. يبقى دي كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الضرب فيها بالجريد والنعال، كان لما يأتي شارب الخمر يقوم إليه الصحابة، يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يضربونه بالجريد وبالنعال وبالملابس، أي حاجة في إيده يضرب يعني من شارب الخمر. دي مرحلة الثانية. مرحلة الثالثة واستقر الأمر عليها، جلده 40، جلده 40. يبقى دي كانت المرحلة الأخيرة، جلده 40، من شارب الخمر يجلد 40 عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، وخالف بعضهم وقالوا يجلد 80 فقط، 80 فقط. إذن اتفقوا على حد شارب الخمر واختلفوا في القدر، اختلفوا في القدر، يجلد 40 ولا يجلد 80. النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40، وأبو بكر رضي الله عنه جلد 40، وعمر جلد 40، حتى أرسل إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه أن الناس في الفتوحات بقى والبلاد المفتوحة ناس واخدين على شرب الخمر، فاستهانوا بالجلد، إيه 40 جلدة يعني، عدي ونشرب. فأرسل إلى عمر بن الخطاب بهذه المسألة، استهان الناس بالحد. فعمر أجرى المشورة بين كبار الصحاب، فعلي بن أبي طالب وغيره قالوا إنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، وحد الافتراء 80 جلدة. فأقرها عمر والصحابة رضي الله عنهم، وأرسل إلى خالد
أن يجلد 80. هتقول طب هو تخطى الأربعين ليه؟ اللي النبي عليه الصلاة والسلام جلد بها، هو نظر إلى أن الأربعين الثانية من التعزير الذي يراه الإمام حسب المصلحة، واعتمد على حاجة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا قلنا نسخ فيه القتل ده، اعتمد على ايه؟ من شرب، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول شرب فاجلدوه، الأولى فاجلدوه، الثانية فاجلدوه، الثالثة فاجلدوه، الرابعة فاقتلوه. إذا هناك تصعيد للمصر على الشرب، فاستأنس الصحابة بذلك. يبقى المصر على الشرب يجلد 80، وعمر رضي الله عنه يجلد 40 ويجلد 80. اللي كان بيجي زلة كده وأول مرة وكده يقوم يجلده 40، اللي يجده انه مصر ووقع في الأمر عدة مرات يجلده 80. وكذلك خالد جلد 40 و80، عثمان جلد 40 و80. إذن الحد الأدنى المتفق عليه هو 40، ثم اختلفوا بعد ذلك في 80، اختلف في 80. إذن اتفقوا على أن شارب الخمر يحد، لكن اختلفوا في مقدار الحد، هل هو 40 أم هو 80؟ 80 فقط، 80 فقط. يبقى هذا كان يعني باختصار، وأنا لم أشأ أن أتوسع في المسائل الأصولية مع علمي أنه ربما يكون هناك صعوبة في الطرح، لكن أنا عيني على الشباب، لأني سمعت بأذني من بعض الشباب يقول خلاص بقى الخمر مكروهة، لا شيء علينا. وإن كان الشيخ استند إلى التربية، فهل كل الشباب تربى على هذا؟ لم يتربوا على ذلك. بده كان باختصار في الرد العلمي على مسألة من قال أن الخمرة ليست محرمة وإنما هي مكروهة فقط. وأنا أكرر وأقول إن لا، من باب النصيحة أنا أسدي النصيحة إلى الشيخ الفاضل، وأقول إن من فضل العلماء إذا تبين لهم خطأ ما أفتوا به أن يرجع عن ذلك، أن يرجع. هذا والله لا يقلل من شأن أحد، وإنما كما يقول الأئمة الكبار، بل كما قال الصحابة، قال أبو بكر وقال عمر، نقول القول اليوم ثم يتبين لهم أن في المسألة رأيا ونصا يرجعون عنه. وكما قال أبو حنيفة عليه رحمة الله، إن نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. فهذا لا يقلل، بل هذا والله يرفع من قامته. فأنا من باب الناصح أنصحه أن يراجع المسألة وأن يتجرد لله سبحانه وتعالى، وأن لا ينفصل عن ركب العلماء، وأن لا يخالف الإجماع. فعليه أن يتجرد في المسألة وأن ينظر فيها نظرة متأنية أخرى بإذن الله رب العالمين. لم أتكلم، يعني أنا والله ما كان في ظني أني سأرد على يعني في خلال الحلقة بكاملها، لكن أنا قلت ربع ساعة تلت ساعة بكثير، وأعود إلى تبوك. لكن لعل يعني ذلك من قدر الله سبحانه وتعالى، ولعل في ذلك فوائد إن شاء الله رب العالمين، على أن نعود ونستأنف الكلام عن تبوك بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا واقفا عند افتراق الأمكنة، تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد علا وقدرا، بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.